أحسن الله إليكم في آخر أسئلة السائل من سوريا، يقول: أسأل عن مسح الوجه باليدين وبسط اليد عند الدعاء، مأجورين؟ نعم، لا بأس بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لأنه ورد في ذلك أحاديث وإن كانت ضعيفة، إلا أنها يشد بعضها بعضا كما ذكر بعض أهل العلم، تدل على أنه لا بأس بمسح الوجه باليدين، ولكن تركه أحسن، ترك مسح الوجه باليدين أحسن نظرا لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، لكن من فعله لا ينكر عليه. نعم.